مساء الخير شباب وصبايا، في أول حلقة من كرفان وأول نشرة لشباب نيوز. نشرتنا راح تطل عليكم كل يوم ضمن كرفان حتى تحكي لكم أهم الأخبار اللي بتهمنا كشباب ومنحبها. ومنبدأ نشرتنا لليوم بأبرز العناوين. بداية، مجلس النواب وافق على مشروع منع استيراد غاز الاحتلال، وكمان منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يغادر بطولة آسيا. قبل أيام ومع بداية هاي السنة صار جزء من الغاز اللي بيشغل كتير أشياء بنحتاجها بحياتنا وبنعتمد عليها هو غاز مستورد من الاحتلال. وهذا صار يا محمد بعد ما تنفذت اتفاقية الغاز اللي توقعت بين الأردن والاحتلال. والجديد اليوم إنه مجلس النواب ناقش مقترح قانون ليمنع استيراد الغاز من الاحتلال ووافق عليه بالإجماع وحوله للحكومة. كثير من الشباب عندهم عادة قبل ما يناموا بيحبوا ياخذوا لفة في التطبيقات، بيحبوا يحضروا أشياء وبيحبوا يلعبوا ألعاب إلكترونية ويحكوا مع أصحابهم، بس الوقت بيسرقهم بدون ما يحسوا وبيخليهم سهرانين لفترة طويلة. مجلة Neurosurgery and Psychiatry الطبية نشرت دراسة بتحكي لنا عن أهمية النوم وعن عدد الساعات اللي لازم ننامها. ومحمد عندك التفاصيل. الدراسة حكت إنه بينام 4 ساعات وأقل باليوم بيكون عرضة للخرف بنسبة عالية كتير، وبينت الدراسة إنه النوم لأكثر من 10 ساعات بسبب نفس أعراض النوم القليل. ونصحت الدراسة الشباب إنهم يناموا بين 6 ل7 ساعات يومياً. بداية كل فصل بالسنة بالنسبة لكثير من الناس هي بداية للفة بالسوق لحتى يشتروا الناس أواعي، فزميلتنا بتول العتال نزلت على السوق وعملت لنا تقرير، خلونا نشوفه مع بعض. بما انه نحن هلا بفصل الشتاء ودائما بنحب نتسوق بكل بدايه فصل، فاحنا هلا موجودين باحد الاسواق بعمان لحتى نشوف الناس باي موسم اكثر بحبوا يشتروا. مرحبا، بدي اسالك اول شيء، بدي اسالك بما انك انت عم تتسوق حاليا، فبدي اسالك انه متى بتفضل انك تتسوق اكثر، بموسم الصيف ولا بموسم الشتاء؟ احسن ايام هي انك تشتري بالاسعار الخصومات واللي بيكون في سيل، ممكن ارخص لك وارخص يعني حتى يكون السالري مناسب معك انه بتاخذيه اخر الشهر باقل اسعار انك تاخذيه منه. فيه هو كموسم الشتاء دائما اغلبيته، يعني مثلاً الصيف بضيع بنطلون بس الشتاء بدك جاكيت، بدك فست، بدك كتير شغلات، عشان هيك دائماً الشتاء بيكون الموسم الوحيد اللي بتشتري فيه كتير شغلات أو مثلاً بتفكري قبل ما تشتري. نحب نروح يعني على عروض، الواحدة بتستغل الفرصة بهاي الأشياء وبتروح بتشتري وقت العروض. بين الناس اللي بيحبوا الأواعي وبيشتروها كتير وما بيقدروا يقاوموا شراها، وبين اللي بيستنوا السيل عشان ينزلوا ويشتروا أواعي، اختلفت آراء الناس وكان لأصحاب المحلات دور هون. في أول منخفض يأتي على البلد بعتقد أنه بيكون الآن بداية الموسم الشتوي، بداية منخفض، بداية شتاء، الآن الناس يعني بتطلع من بيوتها وتبلش تشتري. التسوق مثل أي شيء تاني له مواسم معينة، ممكن يكون موسم منهم من حظ المتسوقين وموسم من حظ التجار. اليوم شبابنا قعدوا أمام الشاشات لتشجيع منتخبنا الوطني اللي لعب ضد كوريا الجنوبية في بطولة آسيا تحت سن 23 سنة، وأملهم كبير بالفوز. المباراة اللي لعبت في تايلاند خسرها منتخبنا بنتيجة 2-1، ولعبوا شبابنا مباراة كتير حلوة، بس المنتخب الكوري سجل هدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليغادر منتخبنا البطولة في الدور الربع النهائي. وفي عالم السلة اليوم رح تنلعب المباراة الثانية من سلسلة نهائي الدوري الأردني بين نادي الوحدات والنادي الأرثوذكسي الساعة 7:30 في صالة الأمير حمزة. الوحدات فاز بالمباراة الأولى 90 نقطة مقابل 85 للأرثوذكسي، وبتكون النهائي من 7 مباريات وبيحتاج أي فريق للفوز في 4 مباريات للتتويج باللقب. عند ستوفر، لا نقطتين الفارق، نعم ستوفر، ستوفر لا بينجح ستوفر، الريباوند عند سامي بسيع، سامي. ولهون منكون وصلنا لنهاية نشرتنا لليوم، ومنحب نذكركم إنه رح نكون معاكم كل يوم وبنطل عليكم بنشرة جديدة.
وهلا راح ننتقل معكم لفاصل، بنرجع انا ورؤى وفريق شباب نيوز عفوا مع مغربي حتى نعرفكم بنشرتنا ونحكي لكم عنها. يعطيكم الف الف عافيه، شكرا جزيلا. لازم نسلم عليكم بالبدايه، شكرا جزيلا. يعطيكم الف عافيه ابو الشرابي، يعطيكم الف عافيه. راح تكونوا معنا كل يوم مزبوط؟ ايوه كل يوم. احنا كثير متحمسين، يعطيكم الف عافيه. اول يوم عادي عادي جدا، تجربه، ولكن مع الوقت واضح انه البذره والتالنت موجوده، فمع الوقت ان شاء الله راح نكون بنقدم مع بعض موسم جدا جميل. يعطيكم الف عافيه، شكرا جزيلا. راح نتعرف عليكم اكثر ولكن بعد الفاصل، راح اضلكم معنا ولكن راح ننتقل لعند الكنبيات كمان شوي.